بالظبط كده. فهي طبعا بتبقى بتلعب عليك. انا النهارده انت بتفكري في حاجه، انت بتفكري في حاجه عايزه تشتريها، بتلاقيها طالعه لك سبونسر جنبي كده، حاجات كتير قوي ومواقع كتير بتبيعها. فطبعا ده كله بيخليك طول الوقت انت صح. اوبسيست بالشراء، وتقعدي تخني من موقع على التاني. كل ده بيستغل العامل النفسي بتاعك، وطبعا نادر قوي لما تلاقي حد بيحاول يعمل كنترول على ده. مظبوط. يمكن كمان يا دكتور الاونلاين سهل سلوك الشراء عند الستات والناس الكبيره، مش بس بالظبط. الشباب. يمكن انا لاحظت انه الستات وهي قاعده في البيت مثلا، امهاتنا في العادي ممكن تنزل تشتري اللوازم، لكن دلوقتي طول ما هي قاعده اونلاين بتلاقي حاجات بتجيبها للبيت لنفسها لاولادها، فده زود كمان السلوك الشرائي عند الامهات والابهات بشكل كبير. بالظبط. لان انت لما تقولي انا هنزل اشتري وتحددي ميعاد، ويكون الرغبه اللي عندك ابتدت تخفت او تبقى مش جاده زي الاول، غير لما يكون انت بتفتحي الموبايل تلاقي حاجه قصادك، فخلاص انت بتشتري على طول في نفس التوقيت. طب يا دكتور دلوقتي هو ايه اللي حضرتك تقدري تنصحينا بيه والساده المشاهدين برضو على حته مثلا من الشراء؟ يعني هل مثلا اللي قادر يحوش مبلغ، مثلا يحوش مثلا لكل شهر، ولا يحوش مبلغ لسنه ويستنى عروض، ولا حضرتك شايفه ايه اهم حاجه في موضوع الشراء ده من ناحيه الصحه النفسيه؟ شايفه انه انت بتحدد احتياجاتك قبل ما تنزل، انت عايز ايه، وبتكتب كده على الموبايل او نوت في قلم، بتكتب بقى في قلم ورقه، بتكتب بالظبط انت عاوز ايه، وتبتدي تنزل تشتري بس الحاجات اللي انت عايزها، ما تبصش على اي حاجه تانيه. ايوه طيب ماشي يا دكتور، معلش بس النقطه دي عند ناس كتير ما بتقدرش تتحكم فيها. يعني ممكن مثلا انا ابقى نازله مش دماغي ان انا اشتري اي حاجه خالص، بس لقيت حاجه عجبتني ومش قادره ان انا ما اجيبهاش، ولو ما جبتهاش بروح ندمانه جدا. ازاي اتحكم في الموضوع ده؟ لا، ما انت لازم تفكري اذا كنت محتاجاها او لا. بصي يا نوران، عشان انا فاهمه انت بتتكلمي في ايه. احنا دلوقتي يعني في حاجه بعيدا عن اللي احنا بنتكلم فيه. احنا احلى حاجه واحسن حاجه في دوالبنا وفي حياتنا وفي بيوتنا هي اللي جبناها صدفه. ايوه جدا جدا. لو عندك ايفنت انت هتنزلي علشان تجيبي له حاجه، هتبقي مجبره تجيبي اي بالزبط. حاجه، وهتبقى اوحش حاجه في دولابك. بالظبط. فبالتالي انت تسالي نفسك محتاجاه ولا لا. لو انا محتاجاه بجيب، يعني انا عارفه ان انا بحضر، بروح مثلا لقاءات، بروح هنا، بروح محاضرات، عندي حاجات مؤتمرات، ببقى عارفه ان انا هحتاج حاجه فورمال، فانا لما اشوفها الاقيها ممكن تنفعني فاجيبها. انما فكره ان انت ما تكونيش محتاجاها هي دي الازمه. ان انت تشتري وانت مش مشغله عقلك كويس، متاكده ان الحاجه دي فعلا هتنفعك، دي الازمه بقى.